لأنه بحب دايماً نكون على السمع. عم بطلق اليوم رقم واتساب مخصص للشكاوى 70 90 90 22، بعيدة 70 90 90 22. بيصير كل مواطن مراقب، وبكل سهولة في يبعث صورة عن البضاعة مع سعرها، اسم المحل وعنوانه، وأنا بأكد لكم أنه رح نلاحق كل الشكاوى وما رح نرحم المخالفين. بتضامننا نقدر نردع التجار يلي عم يستغلوا الوضع. وشكراً.